يبقى الحمد هنا الشيخ الحمد عام على الشكر في إيه؟ في الصفات اللازمة والمتعدية، يعني يزيد الحمد على الشكر درجة. ليه؟ لأنه في صفتين لازمة ومتعدية، الشكر في صفة واحدة بس متعدية. يبقى مين الزيادة ومين الناقص هنا؟ الحمد هو الزيادة والنقص هو إيه؟ الشكر. لكن الحمد يكون باللسان بالقول، والشكر يكون يبقى الحمد يكون بالقول بحاجة واحدة بس باللسان. طب والشكر يكون بإيه؟ بحاجتين، بالقول والفعل. يعني إيه؟ بالجوارح. الله، يعني الشكر اتنين والحمد واحد، يبقى أيهما أعم؟ الحمد أعم من الشكر في جزء، والشكر أعم من الحمد في جزء. الحمد أعم من الشكر في شيئين، واحد أنه في الصفة اللازمة والمتعدية، والشكر في المتعدية فقط. طب والشكر؟ قال يكون بالقول وبالفعل بالجوارح، أما الحمد فيكون بإيه؟ بالقول فقط. يبقى اثنين لواحد واثنين لواحد، يبقى مفيش حد غلب حد، تعادل. يبقى بينهما عموم وخصوص. نعم.